متابعينا الأوفياء، أهلا بكم مجددا. ما الذي حدث للمنتخب المغربي حتى تم إقصاؤه من دور الربع النهائي؟ وما الذي حدث لخليل زيتش في هذه المباراة؟ وأين اختفى حكيمي بعدما تألق في المباراة السابقة؟ وما الذي حدث لأخلاق محمد صلاح حتى فقدها وتجرأ على المنتخب المغربي؟ لمعرفة التفاصيل ابقوا معنا. والصراحة الله منتخب مغربي كيستحق يوصل النصف فينا إن شاء الله، ولكن للأسف الشديد تشكيلة ضعيفة بزاف، تشكيلة ضعيفة بزاف. البوفال اللي كنا كنعولوا عليه ما عطاولوش الأمل، ومعليش يخرجوا في ميدو الأولاني ميدو الثاني ما خصوش يخرجوا عليه. صراحة الله شنو غنقول لك، تخوتنا المصريين كيستحقوا وكنتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله. كله روح رياضية. الاخطاء اللي عملوا غير ملي سجلوا ديك الهدف الاولاني وصافي رجعوا للوري ما زعموش، فهمت؟ كون زعموا هذه يقدروا يتقدموا لقدام يقدروا تما، ولكن ملي ماركيو ملي سجلوا ديك الهدف الاولاني ما خصهمش يرجعوا للوري وما طيقوش في نفسهم بزاف. والمدرب شنو غنقول لك، التشكيله ضعيفه بزاف. وللاسف بوفال كنا كنتمنوا نشوفوا فيه الافضليه الصراحه، هو خرجوا وياخر ديك اكراد توا شنو نقول لك، ما شاء الله عليه. ولحد هذه الصراحه الله ماشي بارتي 90 دقيقه كامله، كون دخلوا دقيقه الاخراني، وكنشكر الدراري كاملين ديال المنتخب. حكيمي الصراحه حكيمي يلعب واحد الدور كبير، كيلعب الدفاع وكيلعب الهجوم، وواحد من اللاعبين في المستوى. ماشي صراحه ما خصناش نعولوا غير على حكيمي، حكيمي يعمل المجهود ديالو وما شاء الله عليه. عادوا اهم حاجه هي زياش، ما كاينش عندنا صراحه. انا زياش كيعطي واحد 70% الصراحه الله، زياش والله العظيم ناقص بزاف وواقفين عليه فهذا سيتو فهاد البارتي دو هذا فهاد الماتش هذا واقفين على زياش. ومزراوي عاود هو صراحه الله مشات لينا واحد النسبه في المية بحال 70% الصراحه. زياش ماشي كننسى ولا شي حاجه، بالحق كنشكروه بزاف، وبغينا ان شاء الله فمونديال كاس العالم ان شاء الله ضروري يحضر. وتشكيله ضعيفه بزاف صراحه الله، وكنتمناو التشكيله تكون ما احسن صراحه الله. التشكيله هذه خصها يلعبها بالاول ماشي ديال الرباع ولا، صراحه ناقصه بزاف. وكنتمناو ان شاء الله فمونديال يكون مزراوي ويكون زياش ان شاء الله بحول الله، وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح بحول الله ان شاء الله. والصراحه سي مائي خصو يكون في التشكيله، واخا 90 دقيقه عندك مائي وعندك ابو خلال توا خصو يحضر. والصراحه فقدنا واحد جوج ملاعبيه صراحه خص ضروري يكونوا، وخصو يتسامح معاهم وخصو يدخل المدرب، ما يعملش في راسو قاصح وما يعملش باللي هو كافين لهاد اللعابه. الصراحه حنا واقفين على زياش بزاف، وزياش كنبغيو وواقفين عليه. ومزراوي حتى هو صراحه لا كنتمنوا يكونوا في كاس العالم ان شاء الله بحول الله. الله يجازيك الله يرحم والديك. والصراحه شنو غادي نقول لك، الاداء المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابله هذه راه ما قدمش شي مستوى كبير اللي كنا كنتظروا منه. يعني ملي تسجل الهدف الاول كنا كنتظروا منهم بانهم يزيدوا يسجلوا لنا الهدف الثاني وتكون شي مقابله مزيونه، ولكن مع الاسف رجعوا للوري وخلوا مساحات طويله للمنتخب المصري، يعني ملي ما خلاولهمش الفرص المنتخب المغربي باش يطلعوا ولا يسجلوا. واش غادي نقول لك، وهنيئا المنتخب المصري بعد الاخطاء ديال نقول لك مدرب. ضروري مدرب هو اللي خصو يتحكم في الفرقه ديالو، خصو يعرف لمن يدخل. هو المدرب ديالنا حاليا باقي ما جبرش واحد التشكيله، يعني تشكيله المنتخب الوطني المغربي اللي غيدخل بها دائما ما عندوش، يعني كل مره كيدخل ملاعبيه في شكل. باقي ما قاريش المنتخب، وعندك اللاعبين باقي شباب وباقي ما اول مره يلعبوا في كوبات افريقيه في كاس افريقيا هذه، يعني ما عطيهمش فرصه لانه باش يبانوا. ما عندوش تشكيله، بان ما عندوش التشكيله اللي غيلعب بها اساسي. واشرف حكيمي ماشي هو الواحد اللي غيبقى يلعب، هو الجهد عمله، فهمتي؟ يعني حنا ما ننتظروش من واحد اللاعب هو اللي يعملنا كل شيء، فهمتي؟ يعني معروف بان حنا عندنا اشرف حكيمي، يعني ضروري هو مع الخصم ديالنا عاوتاني يعمل الاحتياطات ديالو على اللاعب،
وما يخليوهش بانه يطلع الفوقي وما يعملوش المساحات باش يدبروا كره ضربه الاخطاء باش ما يسجلهاش بحال اللي سجل في منتخب مالاوي ومنتخب الغابون. وكنت كنتمنوا الرساله للمنتخب المغربي انهم يتزيدوا يتالقوا على راهما باقيين شباب ان شاء الله ويشوفوا النقاط الضعف ديالهم. ومدرب عندنا مدرب مزيان يعني عنده الخبرات في كاس العالم واقصائيات ديال كاس افريقيا وهو اللي خصو يشوف الاخطاء ديالو اللي عملو ويركز على الوسط ديال المنتخب المغربي حتى الوسط عندنا ماشي شي وسط اللي مهم انت كيتكل على مرابط. مرابط حنا ماشي اول واحد اللي غنتكلو عليه كالصور واحد اللي غيكون عندنا في الوسط الميدان يعني ضروري يكون عنده يكون عنده على الاقل جوج من اللاعبيه ديال الوسط الميدان اللي غيكونوا كالصور اللي غيقدروا يطلعوا البالون للمهاجمين باش يكون باش تكون تهديدات المنتخب ضد منتخب ضد اللي غيلعبوا معاه يعني يكون ضروري يكون عنده دور مهم صراحه يعني واخا ركزوا عليه ولكن دخلوا مخلوعين منه فهمتي يعني هو لاعب كبير واحسن لاعب يعني من احسن اللاعبين في العالم يعني ضروري عنده خبره يعني كنا كنتظروا منه يعمل شي مشكل في الدفاع الوطني المغربي يعني كنت كنقولوا يسجل الهدف وصدق سجل الهدف ونتمنى الجمهور المغربي ما يتعصبش في هذه المقابله هذه وكل الروح رياضيه وكنتمنى المنتخب المغربي يزيد يتالق في مستقبلا وباقي اقصائيه ديال كاس العالم نتمنوا يكون الفوز اليوم ويمشيو قطر ومبروك المنتخب المصري وهنيئا لجمهور المصري حتى هو راه كيبقاو اشقاء ديالنا ومنتخب الوطني المغربي كنتمنوا من له التالق وهنيئا لنا وليلوم وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.